التعهد الإفريقي ومسيرة التكامل. عنوان هذا الكتاب الذي ألفه السفير كيريكو مويت كاندو ابن رئيس جمهورية البنين الأسبق والمدير العام للصندوق الإفريقي للاستثمار والتضامن. كتاب يقع في 147 صفحة مقسمة على 4 فصول. تناول فيها الكاتب أهداف وأهمية التكامل وتاريخ الحكومات الإفريقية والمشكلات الكامنة في مؤسسات الاتحاد الإفريقي. وطبع هذا الكتاب منذ العام 2011 بمطبعة هرمتان، وجاء عرضه هنا في العاصمة أنجمنا من خلال هذه المناسبة التي أعرب فيها جبريل توبي عن أهمية هذا الحدث الثقافي الذي أثنت عليه أيضا الوزيرة الأمين العام للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية وعضوة لجنة إصلاح مؤسسات الاتحاد الإفريقي مريم محمد نور، التي عددت إنجازات مؤلف الكتاب متطرقة إلى المراحل التاريخية التي مر بها الاتحاد الإفريقي وبين تغيير تسميته، مفيدة بأن المؤلف سيمثل مرجعا مهما للباحثين والطلاب وغيرهم. والاستماع أيضا إلى شهادة السنوسي محمد علي أحد الأصدقاء المقربين من الكاتب، واصفا تواضع وأعمال وإنجازات الكاتب في مراحل الدراسة الجامعية. كيريكو موي تشاندو في تقديمه لمؤلفه تحدث عن متانة العلاقات بين الشعب البنيني والتشادي التي سمع بها كثيرا من والده، محيا تعهد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بالعمل من أجل الأمة الإفريقية، متطرقا إلى شرح كتابه بدءا بالمقدمة وأبرز النقاط التي انتقد فيها سياسة الاتحاد الإفريقي بعدم امتلاك رؤية، مقدما توصيات في نهاية الكتاب من أجل تحقيق التكامل. بعدها عقب سليمان عبد الكريم شريف بقراءة عميقة لعمل كيريكو وكذا فتح باب الأسئلة والحوار والرد عليها.